السلام عليكم. نأخذ في هذه المحاضرة المثال الثاني لاختبار بيرسون. حيث يتم في هذا المثال تطبيق الصيغة الأولى لارتباط بيرسون وهي صيغة الانحرافات. الجدول التالي يوضح درجات مجموعة من الطلاب في اختبار تم إجراءه على نفس الطلاب مرتين، اختبار أولي واختبار ثاني، والمطلوب حساب قيمة ودرجة الارتباط بين درجات الاختبارين. إذن هنا ألاحظ في الجدول لدي عينة من 5 طلاب تم اختبارهم في امتحان أول وأخذت درجاتهم، على نفس الطلبة تم اختبارهم باختبار ثاني وأخذت درجاتهم كما في الجدول المبين. لتطبيق صيغة بيرسون صيغة الانحرافات نتبع الخطوات التالية. أولا يتم رسم شكل الانتشار اللي هو سكاتر بلوت. عندي درجة الاختبار الأول تمثل لي محور X، ودرجة الاختبار الثاني اللي تمثل لي محور Y. أرسم النقاط المتقابلة 3 مقابلها 4 تنطيني أول نقطة، 5 مقابلها 6 تنطيني ثاني نقطة، وهكذا إلى آخر نقطة. ألاحظ أنه من خط الأعداد ومن شكل الانتشار أن هناك علاقة بين الاختبارين، ولكن هذه العلاقة قد تكون قوية متوسطة، ولكن من شكل الانتشار ألاحظ أنها ربما تكون متوسطة أو جيدة. موجبة؟ نعم موجبة. لماذا؟ لأن خط الأعداد يكون على اليمين، يبتدئ من الأصغر إلى الأعلى، أي من الأدنى إلى الأعلى. الخطوة الأخرى أطبق صيغة بيرسون للانحرافات اللي تساوي لي الـ R راح تساوي لي summation yi ناقصا y بار مضروب في xi ناقصا x بار مقسوم على تحت الجذر summation yi ناقصا y بار سكوير في summation xi ناقصا x بار سكوير. إذن ألاحظ من الصيغة إنه أول خطوة بالحل لتطبيق الصيغة قلنا نجد معامل بيرسون. ثاني خطوة هي حساب الوسط الحسابي للمتغيرين X و Y، أي الاختبار الأول والاختبار الثاني. الوسط الحسابي لـ X هو summation XI على N1، لأن عندي هنا حجم العينة الأول اللي هو 5، مجموع الـ XI راح يساوي لي 27، أقسمها على 5 تساوي لي 5.4. أتي على الثاني اللي هو الواي راح يساوي لي واي بار يساوي لي summation واي اي على N2، أي حجم العينة الثانية اللي هو 5 أيضا، ويجب أن يكون متساوي مع حجم العينة الأول، لأن عندي أزواج متقابلة X وواي. ألاحظ أنه summation yi راح يساوي لي 24 على 5 وتساوي لي 4.8. إذن هذا الوسط الحسابي لـ X والوسط الحسابي لـ Y. الآن أكمل مطالب الصيغة. في هذا الجدول ألاحظ درجات الاختبار الأول اللي هي X ودرجات الاختبار الثاني اللي هي Y. كما في الصيغة 2 ش أحتاج؟ أحتاج حاصل ضرب X ناقصا X بار في Y ناقصا Y بار. إذن كل قيم من قيم X، كل قيمة من قيم X راح أطرحها من وسطها الحسابي. ش قد الوسط الحسابي لX بار؟ 5.4. إذن أطرح 3 ناقص 5.4، 5 ناقص 5.4، ها بالنسبة للإكس. الواي
عندي الواي أطرحها من وسطها الحسابي. مقدار الوسط الحسابي لواي هو 4.8، إذن أطرح 4 من 4.8، 6 من 4.8، وهكذا إلى آخر مشاهدة اللي هي الثلاثة، 3 ناقص 4.8. راح أضرب الأكس ناقص أكس بار في واي ناقص واي بار، كما في العمود الثالث. ألاحظ أنه اكس 1 ناقص اكس بار مضروب في واي 1 ناقصا واي بار راح تساوي لي 1.92. الزوج المشاهدة الثانية، 5 ناقص 5.4 مضروب في 6 ناقص 4.8، هذا الزوج الثاني من المشاهدات، راح يساوي لي سالب 0.48%. إذن أنزل النتيجة كما هي، موجب سالب موجب سالب، أصبح عندي عمود كامل. الآن أجد الصميشن له، أي المجموع، أجمع قيم موجبة وأطرحها من القيم السالبة، المجموع راح يساوي لي 13.4. أحتاج أيضا لتطبيق صيغة بيرسون إلى عمودين آخرين، اللي العمود الآخر الرابع هو عبارة عن اكس اي ناقصا اكس بار الكل تربيع. إذا كل قيمة من قيم اكس أطرحها من وسطها الحسابي وأربعها، إذا 3 ناقص 5.4 تربيع تساوي لي 5.76، 5 ناقص 5.4 تربيع تساوي لي 0.16، إلى آخر قيمة اللي هي 2 ناقص 5.4 تربيع تساوي لي 11.56. مجموع هذا العمود راح يساوي لي 37.2. أتي الآن على العمود الخامس اللي راح يمثل لي واي آي ناقصا واي بار الكل تربيع. إذا كل قيمة من قيم واي راح أطرح منها وسطها الحسابي، فراح يكون عندي 4 ناقص 4.8 تربيع راح تساوي لي 0.64، 6 ناقص 4.8 تربيع يساوي لي 1.44، وهكذا إلى آخر قيمة أو مشاهدة من متغير واي، فهي 3 ناقص 4.8 تربيع راح تساوي لي 3.24. أجمع قيم هذا العمود راح تساوي لي 10.8. إذن من خلال قيم الجدول هذا حصلت نتائج لتطبيق صيغة بيرسون للانحرافات. كما ذكرنا صيغة بيرسون هي summation y ناقصا y بار مضروب في x i ناقصا x بار على تحت الجذر التربيعي summation y ناقصا y بار سكوير مضروب في summation x i ناقصا x بار سكوير، اللي وجدتها المجاميع القيم الموجودة في الجدول أجي أطبقها في الصيغة. بعد إجراء العمليات التبسيطية الرياضية العادية راح أحصل إنه نتيجة الـ R اللي هي معامل بيرسون راح تساوي لي تقريباً 0.67%، والإشارة موجبة. إذن أستنتج من هذه القيمة أن هناك علاقة بين درجة اختبار الطالب الأول ودرجته في الاختبار الثاني. كيف تم التوصل إلى هذا الاستنتاج؟ إن هناك ارتباط طردي متوسط بين درجات اختبار الخمس طلاب في الاختبارين الأول والثاني، لأن النتيجة ظهرت موجبة، إذن هو ارتباط موجب أو ارتباط طردي. كيف عرفت إنها قوة الارتباط متوسطة؟ لأن قيمة 67% تقع بين 50% و 69%،
إذن هي علاقة طردية متوسطة، بمعنى إذا ازدادت درجات الاختبار للخمس طلاب في الاختبار الثاني يعتمد على زيادته في الاختبار الأول، أي كلما ازداد درجاته في الاختبار الثاني نتيجة زيادة درجاته في الاختبار الأول، والعكس صحيح. إذن بهذا طبقنا صيغتين في المحاضرتين السابقتين، صيغة الانحرافات في هذه المحاضرة وصيغة المختصرة في المحاضرة السابقة. إذن هاي الصيغتين تمثل معامل ارتباط بيرسون لإيجاد قوة ونوع الارتباط بين المتغيرات البسيطة X و Y. وشكرا لحسن إصغائكم.